تونا محبوس من 25/9/2011. يعني الحقيقة نشكر مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس، وعليه حسن المعاملة، يعني المعاملة جيدة والمعاملة طيبة، وفي يعني حتى قراءة القرآن الكريم هنايا وحفظ القرآن الكريم، ويعني حتى المعاملة يعني كويسة من ناحية العلاج ومن ناحية الأكل. حتى هي نشكر الأخ مدير السجن حتى هو على حسن المعاملة، والأخ أعضاء السجن هنايا داخل المؤسسة على حسن المعاملة متاعهم وحسن العلاج، حتى هو اهتمامهم بالعلاج اهتمام بالأكل، نشكرهم شكر جيد. طبعا الافراج بعد شنو بعد طبعا الجلسات مع النيابه ولا كيف؟ طبعا جاء الافراج بعد جلسات من النيابه، تم الافراج علينا يعني مجموعه 18 نفر تو احنا تم الافراج عليهم تو، هذه اول مجموعه من اعضاء الشرطه العسكريه تم عليها الافراج. نشكر هذه الاذاعه وشكرا لحسن معامله هذه السجن واداره السجن، ونشكر اخ مدير السجن داخل مؤسسه الاصلاح والتاهيل على حفظهم القران الكريم وحسن المعامله متاعهم ومعامله العلاج والاهتمام بالاكل، وجزيل الشكر الحقيقه. الصفه مدير مؤسسه الاصلاح والتاهيل بركه الرويمي سابقا، نحن كمؤسسه تابعه لجهاز الشرطه القضائيه ووزاره العدل وجهه تمتثل لاوامر النائب العام، فاليوم بتاريخ 10/2/2016 قمنا بالافراج على مجموعه من النزلاء المتهمين في القضيه 108، القضيه 100/2014 التي تعرف بمجزره السريع، وتم الافراج على 18 نزيل في هذه القضية، وهذا للعلم أمام الرأي العام أنه اليوم قمنا بتنفيذ الإفراج، فنحن جهة تنفيذية وقمنا بإفراج على هذه المجموعة من النزلاء. طيب هل أصدر طبعا أكيد الإفراج بعد إصدار قرار من النائب العام؟ إيه الإفراج تم. ثبتت براءتهم بخصوص القضية؟ والله أكيد ثبتت تترى يعني قدوا الفتره نتاعها. والله هذا افراج جاي من النائب العام واحنا جهه تنفيذيه، بننفذ الافراج فامور هذه تتحملها النيابه فاكيد فيه تبدت براءتهم في هذه القضيه. وان شاء الله ربي يهني البلاد ويهني العباد، وان شاء الله عقبه للباقيين اللي ما هناش يروحوا لما ليهم. يا ربي يا ربي يا سيدي، ان شاء الله يروحوا كلهم، يروحوا زي ما روح ولد اختي يروحوا للثاني. يا ربي عليكم عليكم حتى انتم. 100 100 100 100 الحمد لله الحمد لله. ساعه مباركه سيدي، الله غالب شبه الدين. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله ربك يهني البلاد، ان شاء الله ربي يهني البلاد اللي طلعوا فرج عليهم يا ربي، وطلعوا المظلومين يا ربي. 17 فبراير نبوها احنا، وان شاء الله مازال خير على خير. نشكر الاذاعه ونشكر كل من عاون خوي في الخروج يا رب. الحمد لله الحمد لله، وديت زغريطه مني. الحمد لله على السلامه، وان شاء الله الباقيه الباقي الاسره ان شاء الله يا رب، جميع ليبيا ان شاء الله. موقوف من 2012 على قضيه 100/2014، وتم التحقيق معنا من اظن من سنه وسنتين، والحمد لله الان تم. نحن نحمد الله ونشكره على هذه النعمه التي افرج علينا، ونشكر ونتمنى الافراج لباقي جميع زملائنا المساجين يا رب، ان شاء الله يفرج عليهم الله. ونشكر هذه المؤسسه على تقديرها واحترامنا لينا، واحنا خاصه بالنسبه لنا الناس الكبار وكذا، حقيقه حاطين في قسم خاص بالاسم القسم الخامس، حقيقة محترمين ونقروا في القرآن وباحثين ومحترمين احترام كامل بالنسبة احنا الناس الكبار وكذا محترمين. حقيقة يشهد علي الله اني ما ريت اي شيء،
والناس كلهم معانا في الصحة وفي التمام. ولعلمك أنهم والله أكثرهم ينزلون لوطة ويطمنون، خاصة في قضية نحن، خاصة نحكي على نحن، أنهم يطمنوا فينا والفراش بإذن الله موجود وكل واحد يأخذ حقه بإذن الله. والحمد لله أمجون الصبح وبلغونا قال الحمد لله جاء مدير المؤسسة ووعد الزملاء معه، قال يا جماعة فراشكم بإذن الله تم وحين وصل هنا نطرقكم، وفعلا أمس جونا وبلغونا بالإفراج وقالوا بلغوا أهلكم وخذوا جوكم أهلكم، وتوا تقريبا أهلنا برا والحياة مستعدين المرواح، وبارك الله فيهم في رئيس المؤسسة وأعضاء المؤسسة ونشكرهم على جميع التصرفات معنا حقيقة، احترمونا وهذا مش أمامهم، هذا طبعا شهادة أمام الله سبحانه وتعالى. وكلمة القضاء الليبي بخصوص قضية القضاء الليبي حقيقة وحق معانا احنا اظن ممكن سنة وسنة ونص، ولكن الحمد لله في النهاية والحمد لله ربك برانا من هذه القضية. الحمد لله احنا مجموعة احنا حوالي تقريبا 27 نفر اظن هنا الحمد لله، وتم امس بلغنا الشيخ علي بالافراج على 18 نفر، والحمد لله اليوم بدأ معانا الاجراء وتم الافراج علينا، ونحمد الله ونشكر المؤسسة على هذا الاجراء. الحمد لله يا رب، الحمد لله شعور كبير، الحمد لله فضل ليكم وفضل لي اخوتنا الليبيين ان شاء الله. انا ليبي يا حبيبي باصلي ومفصلي وطيبي، ومن حقي انا اتفاخر ناسي وقسمي ونصيبي، يا حبيبي يا حبيبي انا ليبي.